السلام عليكم. الآن راح نتعرف على موقع المنار. كيف راح تقدر تتعرف على المنتجات المتنوعة والشراء منه مباشرة وعمل طلبيات للتجار وبائعي التجزئة؟ هذا موقع المنار، راح نفرجيكم كيف نعمل طلبية كاميرات سواء للمحل أو لورشة كاميرات لبيت. هذه قسم الدهوة سيستمز في الموقع لكاميرات دهوة العالمية. تقدر تختار. اليوم راح نتعرف كيف نعمل طلبية لبيت يحتاج إلى 7 كاميرات. هنا الزبون يحتاج إلى HDCVI كاميرات. راح نعمل طلبية بكاميرات 8 ميجا. كيف نختار كاميرات 8 ميجا؟ كاميرات دهوة تتنوع حسب قدرتها الليلية من 30 متر أو 50 متر حسب ما هو واضح في الكاميرات هذه الداخلية. احنا هون البيت بدنا نركب له كاميرات خارجية. الكاميرات هنا يوجد 7 كاميرات خيارات من 8 ميجا للكاميرات الخارجية. يوجد إما ستار لايت كاميرتين وخمس كاميرات عادية ليست ستار لايت تتنوع ما بين 80 متر زي هاي الكاميرا أو 40 متر أو 60 متر. طبعا هنا هاي كاميرا مع مايك ريفون. أي كاميرا بيجي آخرها حرف زد إذا حرف A فهي مع ميكروفون تعطي صوت للإكس في آر. هاي الكاميرا 30 متر سعرها 370 شيكل. لو كنا بدنا نركب له كاميرتين 30 متر التي لمنطقة ما بنحتاج لها فيها إضاءة، ما بنحتاج لها إضاءة ليد مثلا مسافة طويلة، بنقوم بإضافتها إلى السلة ومنكمل تسوق. هاي أول كاميرتين اخترناها من أصل 7 كاميرات لهذا الزبون. بدنا نختار له لمنطقة صعبة، منطقة فيها إضاءة ولكن إضاءة غير كافية، بدنا إياها نشوفها صورة واضحة لمدخل البيت مثلا. بنختار له ستار لايت اللي هي تقنية ستار لايت طبعا اللي هي بتعطي إضاءة صورة أكثر من رائعة مع ألوان مع أقل إضاءة موجودة في المحيط. اخترنا الكاميرا تيجي 80 متر ستار لايت، وبنختار كاميرتين 40 متر برضو ستار لايت ولمنطقة ما بهمنا الألوان فيها ولا أهم ولا بهمنا جمالية الصورة، ولكن بهمنا إنها تكون 80 متر زي هاي الكاميرا. نختار كاميرتين. هيك بنشوف السلة اللي عنا، صار في عنا هيك 7 كاميرات جاهزين للشراء. بنكمل على الدهوة سيستمز، بدنا نختار اكس في ار مناسب لهاي الكاميرات. اكس في ار 8 ميجا بكسل هو المناسب. يوجد في هاي الصفحة 10 خيارات هي 8 ميجا بكسل. طبعا تختلف الأسعار من اكس في ار لاكس في ار حسب حجمه، كم بسع مثلا هارد ديسك، كم بسع كاميرا، كم بيستوعب. في هون واضح بكل اسم 8 شانلز، 16 شانلز، 16 بي او سي. بي او سي يعني هنا بي او سي تعني انه الاكس في ار بيعطي باور طاقة للكاميرا عن طريق الكابل. طبعا لازم تكون الكاميرا تدعم هذا الاشي بدون الحاجة الى محول خارجي. يوجد 3 كاميرا 3 اكس في ار تدعم هاي التقنية او 4. وفي عندك اكس في ار، احنا هنا 7 كاميرات بدهن
دي اكس في ار 8 ثمان كاميرات. نختار هذا الاكس في ار اللي هو 970 شيكل على الفول سعره، طبعا هالاسعار كلها على الفول. نقدر نشوف مواصفاته الكاملة هون، انه بدعم الصوت، هاي مداخل موجودة فيه، وهو 4K. نضيفه الى السلة عدد واحد، هيك صار في عنا سبع كاميرات في السلة مع اكس في ار واحد. بدنا نكمل شراء للاكسسوارات. نحتاج الى محول كهرباء 5 فولت، 12 فولت 5 امبير. نحتاج، لانه 7 كاميرات وكل كاميرا تحتاج الى 1 امبير، نحتاج الى محولات 2. ممكن نحتاج ايضا واتر بروف بوكس 10 على 10 او 8 على 8، لانه عندنا هون 7 كاميرات بنحتاج 7 كاميرا، 7 واتر بروف بوكس. بدنا ايضا هارد ديسك، سكيورتي سيستم اكسسوارز. نختار الوسترن ديجيتال WD، نختار له لانه ماخذ هو 80 ميجا، نختار له 4 تيرا بايت عدد واحد. نرجع نختار، بدي بي ان سي. في عدة أنواع من البي ان سي، في المعبرغي، في الكبس اللي على المكبس، في 3 بارتس، هي الأكثر رائجة، وفي اللي هي بي ان سي ميل توكسو كوكسيوال. نختار 3 بارتس، كيس فلو 110، نضيفه إلى السلة. نختار أيضا بدنا باور بلاك، بدنا باور بلاك عدد 7. هيك صارت سلتنا جاهزة. هيك في سلة فيها باور بلاك، فيها بي ان سي، فيها هارد ديسك، فيها علبة تجميع، فيها محول، فيها الاكس في ار، فيها الكاميرات. هيك فاتورتنا صارت قيمتها 5664 ما باع للزبون، غير التركيب طبعا. تعمل تشيك اوت، طبعا هذا سعر البيع للزبون. انت الك كتاجر او كموزع معتمد الك خصم ممكن يصل الى، على سبيل المثال، 45%. بتصفي بعد الخصم 45% 3118 شيكل. طبعا أنا كنت حاطط معلوماتي من قبل، فالمتصفح بيحفظها. ما عليك لا تحط الإيميل، الاسم والعنوان ورقم البوستال كود والمدينة ورقم الهاتف، أهم شيء لحتى يتواصلوا معك المبيعات التوصيل ويجيبوا لك البضاعة. طبعا هون ضاف، لأنه قيمة الفاتورة فوق أكثر من 3400 شيكل، فضاف توصيل بقيمة 300 شيكل، توصيل غير دقيق. راح يتواصلوا معك قسم التوصيل ويعطوك التوصيل بشكل دقيق حسب المنطقة اللي أنت موجود فيها. طبعا بنكمل إلى عملية الدفع. هون إحنا مش راح ندفع عن طريق الموقع، بنختار الدفع عند التوصيل كاش أون ديليفري. هيك الطلبية جاهزة كاملة، قيمة 3400 مع توصيل 300 شيكل حسب منطقتك وين انت موجود في الضفة. راح يكون، راح يعطوك الشباب بشكل أدق
التوصيل راح يخصموا لك من 300 شيكل. إن شاء الله بتكون كل تكاليف توصيل أقل من 300 شيكل، إذا هي قبل التوصيل 3100 شيكل. نعمل تكملي لا الأوردر، وهيك الأوردر وصل الشركة وراح يتواصل معك مندوبنا لحتى يعمل لك البضاعة. شكرا جزيلا.